تمازيغ لهنا، تمازيغ للاستقرار، تمازيغ أخية للازدهار. حضرات السيدات والسادة، فعلاً على أحلى مستوى الوطني والأخ الكاتب الأول غادي يدلي بهادشي. حنا الآن في المعارضة وكنقوموا بعملنا كأعضاء الفريق نتاع الاتحاد الاشتراكي، ولكن المعارضة بناها وبغيت نقول وهذه خصوصية محلية باش ما يكونش حنا ما عندناش هنا معارضة حتى من أحزاب أخرى. كنقولوا أن الناس يمكن اللي ما فهموناش وبغينا نتفاهموا معاهم، ولكن ما كان عرضنا حد ما كان عرضه. ولكن على المستوى الوطني كاين مسؤوليات تمثيلية، وخاصة فيما يخص تصورات المشاريع المجتمعية، فكل واحد كاين طرف الايديولوجيا اللي كيأمن بها وكيدافع عليها، ولكن هذا ما كيعنيش أننا أعداء مع الناس اللي كيعرضونا ولا كنعرضوهم. هدفنا هدف نبيل وكل حسن نية كيحاول باش يشتغل من جهته، ودائما هدفنا هو أننا ننميو بلادنا ونزيدو بلادنا للقدام. فيما يخص التمثيلية، وحنا كما قال الأخ صالحي والأخ زكريا، فحنا كنسعوا باش تكون دائما تمثيلية صادقة، أننا نقولوا الحقيقة للناس، ودائما إلا قدرنا نديروا شي حاجة نقولوها، ما قدرناش نديروا شي حاجة كنقولوها، ولكن عن بال أن أنتم كنشوفوا أننا ما عمرنا في شي حملة انتخابية، فحنا على راسنا مرود. ونشع دينا أننا كنقول اللي جاي باش يخدم بينا شي بطل ما كان باش يصوت علينا. دائما كنسعاو باش نوضو ضد الظلم، ضد التهميش، ضد الاستبداد، وهذا اللي كاين ندير، وحنا فرحوا باش نكون، ولكن ما عمر يكون الرجل ولا المرأة بوحدهم، ما كيكون الرجل ولا المرأة إلا كانوا رجال ونساء وراء، وهذا هو الواقع في ذات كالأسف الجهة باش من بعد ندوز المشاكل الميدان، بس الأخ الكثير الأول الأخوات الإخوان الأعضاء السياسي يكونوا على العين جميع المشاكل الميدان. أولاً هذه 15 سنة وحنا كنطبسوا جهة الناس في البيت. وهذه 7 سنين ما عندناش المعارضة، وكنصوتوا بالإجماع، وغادي نقول لكم ما كاينش شي حاجة اللي كتخبى، كل شيء معروف. المنهجية باش كنشتغلوا منهجية ديمقراطية، وأقولها الرئيس الديمقراطي لا يحتاج إلى أغلبية. الأمور كتداوي ما بين المستشارين، وداك الشيء اللي قرروا كينفذوا الرئيس. إذا فوقاش غادي يكون محتاج الأغلبية؟ إذا بغيتو ماشي برنامج، ولكن إذا جا برنامج معقول، حتى إذا ما كانش عنده الأغلبية فكاين الناس اللي هما صافيين والناس اللي مزاولة غادي يكونوا الأغلبية. خاصني نقول لك من العادات والمسائل، وبعض الصراط كنقرا في المواقع نتاع الميدان، قال لي الناس ما عارفينش شنو كيديروا ولا كيخصهم يسقسيو، فهناك واحد الطاقم اللي كيشتغل ليل نهار، راه ملي كيكونوا الناس ناعسين راه كاين واحد الفايل خدام غير مع المستشفيات، واش وصلت الامبيلونس، واش ما وصلتش، واش وصلت الفاس، واش وصلت الرشيديه، شكون اللي غادي يتعرف، شكون اللي غادي، الناس راه ناعسين، ولكن كاين واحد الطاقم في الانجازات نجدنا ماشي ولكن ماشي غير حنا، نجدنا ديال كل مكونات المجلس، جميع الاحزاب والنقابه، كما ان كاين الاجماع، ما غاديش نسحبوا على هذاك، نسحبوا على هذاك الشيء ونقولوا حنا درنا وحنا لا، درنا مع ناس اخرين. الحمد لله في الكهرباء وصلنا يمكن 97% وغادي نوصلوا 92 كذا كلهم من الجهات الاوائل. في الرياضه درنا 11 قاعه مغطاه، درنا في الطرق ساهمنا 5% تاع الجهة، وخلصنا على الجماعات اللي ما قدراتش تخلص، وزدنا الآن 2 مليار سنتيم على الجماعات اللي ما قدراتش تأدي، وشرينا تقريبا ما يقرب 80 سيارات الإسعاف، ودخلنا في الفلاحة، ودخلنا في الجمعيات، وهنا غادي نفتح ملف تاع الجمعيات. ما كان لو حد لأن من بعد راه غادي نجي نعطيكم حساب
نقترب نقترب عشان نقول احنا في الكلاس كان نقول الاخوان اللي كيكون حساب تجاري ديو عفاكم وعلقوه في القهاوي احنا ما عندناش وعطيو الحمد لله تنسى الميت قيلة وهذا تثبت انت مجلس الحسابات ما كانتش حاجه لا هادشي كنقول لكم المسائل اللي جات جارده يا سيدي راه تبرمجات 23 مليار ها الرقم ماشي 23 مليار اللي برمجنا 95 مليار 15 سنه ولكن اللي كاين عطات من التهويل كيفاش تبرمجات هذه خمسه بالاجماع وما نعطيكم ما عطاوكمش حتى عليها خدينا القرض نتاع 30 مليار في الجهه وزناه في ثلاثه سوايع بالاجماع علاش؟ لان اشتغلنا شهرين قبل وحنا كل رقم وكل صحه علاش هادي علاش هادي في اللجان حتى جبنا المسائل المدروسه وغنعطيكم واحد ان في اللجنه الماليه في الجهه اللي كنا استفدت كتحضر بها اكثر من 40 مستشار اي اكثر من داكشي اللي كيحضر في اللجنه نتاع البرلمان وكتدخل بالنسبه للجمعيات فالجمعيات كيفاش كندبروها الناس كيجيبوا الملفات المستشارين ولا الجمعيات ولا السلطات حتى 2012 وحنا كنفرقوا الغلاف على عدد السكان اذا ما كانش عطينا لهاد الجهه ولا ما عطيناش لهاد الجهه ولكن كاين بعض الاقاليم اللي المستشارين تاعها ما كيجيبوش الملفات ملي كيجيبوش الملفات اش غادير لي نعطيكم المثل ديال الرشيده ما كنضرب في حد اخوان وكنحترمهم كاملين لان الاخوان الرشيديه هما كلهم في نفس الوقت مستشارين جهويين وبرلمانيين وما كيجيبوش الملفات بينما المستشارين الميدان ولا دازرو ولا تخنيفرة ماشي برلمانيين وقراب من المواطنين وكيجيبوا الملفات يعني الرشيد في 2012 خد 20 مليون من 360 إفران 320 خنيفرة 310 ولكن إذا المستشارين ملي شفنا أن ما شنو درنا للرشيد كنا المستشارين اللي عافاكم الله يخليكم شوفوا لنا شي جمعيه نعطيوها واحد الغلاف بالنسبه للفلاح الصغير عوضنا لها 20 البنت اللي خاصها 130 مليون سنتيم وخذوها الناس الفلاح الصغير باش يشتغلوا بها ولكن منذ 2012 طبقا للتوصيات نتاع مجلس الحسابات الان كيفاش غنشتغلوا اللي عنده شي برنامج كيكون دايرو ومنقوا كيجيبوا كيحطوا ومن بعد كتدرسوا للجنه كتدوزوا وماشي غير حنا اللي كندوزوا حتى الولي كيوقع لي ما كاين حتى شي والدليل على هذا ان ما عمرنا ما وظفنا الغلاف المالي للجمعيات كاملين فلا يعقل ان واحد ما كيشتغلش وما كيجيبش ملفات وحنا اللي جبناه يوقي وما عطيتولهاش شوف فين كنت انت الاخ العراقي كيجي من ميسار الرشيد وكيتسداها وكياخد الاخ نبيل من خليفه راه كيجي وكياخد ما كنستنيو حتى حد يعني كنشتغلو وانتم عارفين كنشتغلو دايما انا بالنسبه للجهه والحمد لله دارت مسائل مهمه في الطرق في كما قلت في الاناره وفي مع الجمعيات وكنحاولوا نديرو مع الثنائي ولكن غادي تكون كما قلت لكم من دابا ممكن اسبوعين تكون محطه باش نعطيو الحصيله نتاع الجهه والحصيلة نتاع الجامعات اللي كندرسو وكذلك مجلس الإدارة. الآن العمل في الميدان. العمل في الميدان كنشتغلو مع حلفائنا ومع أحزاب أخرى اللي كنحترمو وكيحترمونا وكيديرو ولكن الميدان كيبقى دائما إقليم مهمش. إقليم أولا صعيب نظرنا لعدد العوامل ولكن إقليم مهمش. وكندافعو جميع وهنا ما كنستثني حتى النائب، ما كنستثني حتى المستشار، ما كنستثني حتى المنتخب، كل شيء عنده الغيرة على ميدان وكلهم كيشتغلوا، راه ما باغي نشوف شي زربية ليا غير أنا، راه كلشي كيشتغل. ولكن هناك مشاكل في ميدان. المشاكل الأولى هي نتاع العقار. وعرفتي البلدان الأمازيغية وخاصة الأطلس المتوسط فجدودنا منذ قرون تبنوا منهجيات التدبير نتاع العقار بطرق جماعية أي كانوا سابقين اشتراكيين والآن كاين
دخلت صالح اليوم، هاد الناس اختاروا جدودهم باش يدبروا عقارهم بطرق نتاعهم كأرض جماعية. شنو هي الأراضي السلالية؟ وتخوا قانونيين هي ملك جماعي خاص. ملك جماعي، جماعي باش لأن في الشياف، وخاص لأن ماشي ملك الدولة، ماشي ملك عمومي. إذا ملي كتجي شي خويلة باغية تنقص العقار نتاعها ولا باغيين يديروا فيه شي مشروع، كينوضوا واحد الناس كيقولوا لا سيدي هذاك الأرض خصنا نديروا منها شي حاجة. واش جابك أنت باش تقرر في بلاصة الناس اللي هما يتعاونوا؟ كيضمن الملكية الخاصة. إوا واش جابك باش؟ إذا الناس ما فاهمينش، ما فاهمينش ما يخليكم ما نخلقوش الأمور. الدولة لحقها في أراضي الجموع كما يمكنها في أراضي الخواص، ولكن طبق الطرق القانونية اللي معروفة ما كان حتى مشكل. يمكن لازم في دارين، في دار فلان، في دار فاش من ذنب داروا جدودنا اللي اختاروا يدبروا الأراضي الجموع طرق جماعية باش الآن شنو نقولوا ما كتملكوا حتى حاجة؟ شنو داروا؟ فعلا اللي داروا غادي نقول لكم تاريخيين. جاو المقاومة هم اللي طلعوا تحديات الغابة، وتحديات الغابة قبل من أراضي الجموع. لو تحديات أراضي الجموع في 1917 ماشي الغابة، لو الغابة غتولي دابا نتاش كان ماشي نتاع الدولة. ولكن المستعمر حدد الغابة عاد حدد أراضي الجموع، وفوقاش حدد أراضي الجموع. ترجعوا الناس مساكن المقاومة اللي ما داوش القيادة القدام، داتو السلطات الوصاية. وملي كتشوفوا الناس كينجيو عليهم وكنجيبوا لهم الكواش والحليب لسبب بسيط، ان ما بقاوش عقار وما بقاوش فين يعيش. وغادي نعطي امثله الان ميدات هنا، بغيت نفتح قوس ونقول ان هاد الملفات باش دائما كنشتغلوا في اطار التمثيليه السابقه، ونطرحها على المسؤولين مع السيد عام. فعلا السيد عام بعد ربنا اشتغل بالنسبه للتكليف، اشتهر بالنسبة للعزلة ولو أن الوسائل ما كاينش، ولكن ما اشتهرش الملف نتاع أراضي الجمهور. هذا صديقنا وولد بلادنا، وهذا الشيء اللي كنقول لكم كنقول لكم، وأنا الآن كنذاكر معكم في إطار التمثيلية الصادقة ما غنسدعي لكم حتى شي حاجة. بالنسبة للأراضي الجمهور ما دارت حتى حاجة، يمكن ما عندوش وسائل، حنا مستعدينها. شنو قلنا حتى الوزير الداخلية؟ اللي كينشدوا الأراضي الجموع كيقول لك يا سيدي راحنا غندير لكم مشروع تنموي، يا سيدي قبل ما نوصلوا للتنمية بغينا الجانب الحقوقي يعطيو الناس أرضهم. ما تضحكش عليا بالتنمية، عطي لي حقي وندير به ما بغيتي، وإلا تبعتيني في إطار السياسة نتاع الدولة باش ندير غادي ندير، ولكن ما تعطيليش حقي في هذاك العقار بالتنمية. الملف لا يتعياش باش نعطي لكم. شبعت كي ندير السبيطه، يا ما كنعرفش نحسب. أنا شريت ملف فيه 600 وشديت الخيط في الوسط، وإلا بغيت ندير السياسة نمشي لا يتعياش ونقول لك خصها يتولي. إلا كان شي إحساس بيه كان اللي كان يحسب كان يقول راني كان يحسب راه ماشي بس من دورك ما عارفينش. شنو كنقولوا للإدارة؟ مسألة بسيطة يا سيادنا، إذا الناس التحديد دوزوا التحديد وقولوا للناس يبقى في الأرض نتاعهم، إذا ما داش التحديد نحاولوا معاكم والإدارة ياك ما نصلحوا، ما وصلناش باش نصلحوا ما تقدموا للقضاء. فكرة ما يحتاجش الناس كنت على يقين ان الان الحمد لله كاينه الشروط باش يتصالحوا الناس، وحنا بحال لا يتعياش بحال لا يتولي يتصالحوا يكونوا جيران. انا كنت كنقول انني كنت كان مزيان في اراضي الجمع وكنعرف اللي ما كيعرفش شي حد. ومشيت واحد النهار للسي شاكي بن موسى قال لك خليك عندنا مشكل في الارض وهذا في الدنيا، صنت لي تصنت لي وهذا انسان ذكي، انا كنعرفوا ان الانسان ماشي ذكي عبقري. قال لي اسي شبعتو هادشي اللي قلتي كله مزيان، هانتوما شديتو الارض وفلحتي
ونرتيو التفاح، وإلا ما تفقسيوش مع جيرانكم ما غيبقى لكم لا تفاح لا جردة ولا حزن. إذا اللي ما تصالحش مع جيرانه واللي ما كانش مندمج مع الحباب ومع الدوي راه ما غايقلناش شي حاجة، داك الشيء غير غلط في غلط في غلط في غلط. نرجع لنا السؤال. راه عندنا باش نوظفو حتى اللي ماشي من ذوي الحقوق، عندنا باش يتكرا حتى اللي ماشي ذوي الحقوق. انا كنقولها لكم انا من قبيله اللي كاتب لك تقريبا 60,000 ولا 70,000 طاف، راه يمكننا نكريو العداد الناس اللي يقدروا يدخلوا لي الدعامه الثانيه ويشتغلوا، ولكن نحيدهم من هذا الشوال تاع دوك الناس اللي قايلوا لهم هذا ولا صحيح ما كنتش راه حنا مستعدين نتعاملوا ونحلوا المشاكل مع الصومعه. هنا بغيت نتوجه لقايد بيتزا، كنحترمو انسان مزيان خصنا نبقاو في الاحترام، ولكن باش يعيط النائب الاخ نبيل الاخ بن علي خرج اللي ما بغاش يكري الارض لان ما بغاش يستشر مع ذوي الحقوق لان هو كينفذهم باش يقول لي الا ما جيتنيش مره اخرى غادي نحيدك، انا بغيت نقول ذاك القايد خدينا كنحشم منك وكتحشم منا والا لان هذيك القياده اللي فيها ينتقد فيها السي وحيد كان فيها الحاج ميمون شبعت ومسجون مع السي محمد الحسن الوزاني لمده 7 شهور في يوم الاستعمار، وكان كيخدم ديك الجره اللي جيتي انت كت جالس فيها، ولا هي رجعنا ماشي لا راه عندها شحال هذا قام دائما على حسنيه الله يهديك، راه ما بقاش ذاك الوقت باش يحيد شي مسؤول لازم يكون نائب الاراضي الجموع الا في حالتين، الا خرج في القانون العام أو لما دفعش على الأراضي المجموعة على ذوي الحقوق، هذو مسائل معقولة. وفي نفس الوقت بغيت نوح برجال السلطة وفي رجال الأمن اللي عدد منهم كيكونوا بأمان ديالنا، ولكن حنا عارفين الناس اللي مرشيين في رجال السلطة عارفينهم مزيان وريحتهم خرجت من القهاوي. راه يخوفنا التحت وراح يمكننا نواجهو ونواجهو اكثر منهم، ولكن اللي كيشتر غادي نقولها باللغه الفاسيه حنا عبيد، اللي كيشتر حنا عبيد. غادي ندوز الان للغابات، الغابات انتم عرفتوا المشاكل اللي كاين فوق، ولكن ماشي السلطه اللي مسؤوله على الغابه. الظاهر 96 المادة 30 اللي كيعطي الموارد المالية للجامعات، وبعض اختار الجامعات لا تمثل اقتصاديا ذوي حق الانتفاع في الغابات. إوا الرئيس اللي بغى باش ما يوقع له حتى شي مشكل، ملي كتدخل عندك الموارد دير شي حاجة لدوك الناس اللي عندهم حق الانتفاع، باش نهار ينوضو كينوضو كتجي كتقول لهم في 2002 دخلت كدا وكدا، في هادي دخلت كدا وكدا، ودرت لكم ودرت لكم ودرت لكم ودرت لكم، وكتكون ذاك الوقت كتقنعو. فلهذا الغابات والمطلوب يا ريت هذا من باب الاخوه ومن باب الصداقه ان الرؤساء اللي كيترقصوا الجامعات يكون عندهم شويه لحيه ما يستغلوش الجامعات اللي كيترقصوا. الجامعه اللي كترقص راه ما كاين حتى مشكل، ونديروا شي حاجه لهذوك الناس اللي مساكن ما كيدير لهم حتى حاجه. المشكل الثاني هو فك العزة، فك العزة، وهنا ملي كنشوف فك العزة كنشوف فك الرشا، فك العزة العام دار مجهود وتعاملنا معاه، ولكن الوسائل اللي عنده ما كانش،
حنا دابا اتفاقيه مع وزاره التجهيز الجهه وغادي نحاولوا باش نشوفوا مع السيدان باش ندخلوا الطرق اللي ما دخلاش ونحاولوا باش نديروا مجهودنا ان شاء الله الى تضافرت الجهود ما بين الاستقلالي والجامعات والجهه المقبله راه كاين عدد من المسائل يمكن هداك وداك. ندوز للفلاحه. الفلاحه فعلا المنطقه تاعنا معروفه بالكسب وزرع الحبوب خاصة الشعير، ولكن الناس تعطوا التفاح وفي السنوات الثلاثة عطلة الخير ولكن الآن تطرح مشكل السويس. وهذه قلنا احنا في فريق نتاعنا الوزير الفلاحة قلنا له يا ولدي راه التضامن في الإنتاج يمكن يكون فخ. الناس السيد ياخذ القروض وياخذ هذا واللي كينتج إلا ما لقاش المسموح كيولي كيتسيزا. فأحسن تضامن هو التسويق. نضمنوك وهذا شويه من الاداره وشويه حتى من الخارج. وصل الوقت باش دار تعاونيات كبيره وتكلم في التسويق ويكون كما كيتسميو بالفرنسيه دي فون ريغولاتور او الصناديق المروضه باش يكون عند هذاك الصندوق باش يشري عند الفلاحه ويولي هو كيبيع شويه بشويه. هذه المسائل يمكن نطبقولها في البرنامج تاعنا الانتخابي وكنا نناقشوا معكم. والكسب خص الفلاحه وابنها والسيد الكاتب هو حتى هو راه غادي نعقدوا له من بعد. هذه منطقه اللي هي صعيبه وصعيبه لمده 15 شهور كل سنه. فاذا كان شي دعم بالنسبه للشعير خص يتعطى لهذه المناطق الجبليه وخاصه المنطقه نتاع نيلات. اذا هذه مسائل ولكن ما ننساش المواليد البشري. المواليد البشري مهندسي تعليق ليه كامل هما ناس معقولين وظراف ممكن يدوروا حظ. وبغيت نقول لبعض السلطويين ماشي كلهم انا كنوه رجال السلطه والامن اليوم، ولكن بغيت نقول ان بعض الخطرات راه كيجينا الاخبار ان هذا رجل السلطه ضرب فلان ولا فلان تا ولا تكع فلان راه ما نعاودوش نقبلو. ماشي لان هاد الناس امازيغ وتايقين في بلادهم وتايقين في مالكم ان بعض رجال السلطه يديروا لهم ما بغاو. يطبقوا القانون ويزيدوا يطبقوا القانون ولكن في اطار الاحترام تاع السكينه والسكر.